تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل. في ظل احتدام الصراعات بين السياسيين مع قرب الانتخابات حتى داخل الحزب الواحد، تصاب الأحزاب بالتشظي والانقسام فيما بينها، تزداد حدة التوتر والصراعات السياسية بين الكتل لتحقيق مكاسب حزبية في الانتخابات القائمة كعادتها في كل دورة انتخابية. نشهد اليوم انقساما وانشطارا واضح المعالم داخل الكتلة الواحدة والحزب الواحد، كما هو حاصل داخل حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ أكثر من 13 عاما. فيما قال بهذا الخصوص النائب السابق عن حزب العراق هويتنا في البرلمان العراقي كامل نواف الغريري، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 مايو المقبل ستؤسس لفشل المشروع السياسي في البلاد ما لم يبذل قادة الكتل السنية جهودا لتأجيلها، في الوقت الذي لم يحسم فيه أكراد العراق حتى الآن أمر مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في 12 من أيار ل 2018. ونقلت وسائل إعلامية عراقية مطلعة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حسم أمره بالتحالف مع قيادات الحشد الشعبي المكونة لتحالف الفتح الذي تنضوي تحته منظمة بدر برئاسة هادي العامري وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي والمجلس الأعلى وتجمع العدالة والوحدة برئاسة عامر الفايز وتجمع عراق المستقبل برئاسة إبراهيم بحر العلوم وحركة الوفاء والتغيير برئاسة اسكندر وتوت، بالإضافة إلى العديد من فصائل الحشد الشعبي. كما تشير مصادر في الوقت الذي لم يحسم فيه أكراد العراق حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في 12 أيار 2018. وللحديث أكثر عن موضوع حلقة الليلة أرحب بضيوف الكرام من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ جامعي، ومن بغداد عباس العرداوي محلل سياسي، ومن بغداد محمد حسن السلامي محامي وناشط في حقوق الإنسان، ومن برلين اللواء غازي عزيزة المدير السابق للمركز الوطني للعمليات المشتركة. ضيوف الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أبدأ سؤال الحلقة من عندك أستاذ عباس، يعني مساء الخير أولا. مساء الخير سيد الكريم. يعني بالنظر إلى الإعلان عن تشكيل كتل انتخابية، هل يعني ذلك أن الأطراف السياسية توافقت على الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم والمتابعين المشاهدين قناة سوريا اليوم وإلى ضيوفك الكرام جميعا. أهلا بك. حقيقة الصراع الانتخابي كثيرة وتقاسماتها بين امتحان جديد وبين انشطارات جديدة، هذا كله هو يتزامن مع موعد الانتخابات الذي تصر الحكومة بشكل رسمي أكثر من مرة أعلنت أنها مع التوقيتات الرسمية وأنها سوف تنفذ الانتخابات، وكذلك المفوضية قد أعلنت أكثر من مرة أنها تنتظر الأوامر بعبارة أنها جهة تنفيذية من الحكومة المركزية، وحاول بعض الأطراف تأجيل أو التلويح بالتأجيل أو طلب التأجيل لأكثر من مرة لوجهات نظر متعددة، وجزء منه ذكرتموه في تقريركم الكريم. اليوم يبدو بشكل واضح هنالك إصرار على استمرار بالتوقيتات، قد يختلف يوم أو يومين. ألو؟ كأنه نعم في لن يخرج عن يوم أيار شهر أيار حقيقة، وهذا ما بدأ واضحا من أكبر القوى المتحالفة ضمن البرلمان، وهذا واضح حتى رأي التحالف الوطني ورأي الكثير من الكتل السياسية. نعم أستاذ محمد حسن مساء الخير. الأنوار شكرا جزيلا للاستضافة. أهلا بك. يعني لو انطلقت من الكلام الذي تحدث عنه النائب السابق عن حزب العراق هويتنا في البرلمان العراقي كامل نواف، يعني تحدث بأن الانتخابات ستؤسس لفشل المشروع السياسي الذي يعني دعنا نقول مشروع سياسي في البلاد ما لم يبذل قادة الكتل السنية جهود لتأجيلها. نعم أنا أعتقد ما قاله السيد مع احترامي له الكثير من عدم الصواب. السبب في ذلك ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن بداية تشكيل الدولة العراقية بعد 2003 وإعادة تشكيلها جاءت بأسس دستورية سليمة إلى حد كبير، هذا ليس معناه بلا ثغرات داخل الدستور، هذا واحد. الفشل في الإدارة وليس في
تشكيل الدولة وهياكلها. يعني الدول الديمقراطية توجد فيها هذه المؤسسات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، وأضاف الدستور لنا هيئات مستقلة لها علاقة بالمرحلة الانتقالية أو بالعدالة الانتقالية، مفهوم العدالة الانتقالية، ومؤسسات أخرى أيضا يعني متواصلة منذ هذا واحد. اثنين، أنه الفشل الذي يتحدث عنه عندما يقول بأنه من الضروري على الكتل السنية أن تؤجل الانتخابات، إذن يتحدث عن قضية طائفية، عن قضية ذات محتوى طائفي، بمعنى أنه كتلة لها صفة مذهبية هي التي عليها واجب أن تؤجله، وهذا مخالف للدستور. الدستور يقول في المادة 56 على أنه الانتخابات يجب أن تجرى خلال 4 سنوات ابتداء من تاريخ أول جلسة للبرلمان إلى نهاية المدة ل4 سنوات تقويمية. والفقرة الثانية من المادة 56 تتحدث عن أنه 45 يوم يجب أن تجرى الانتخابات قبل 45 يوم من نهاية هذه الفترة الدستورية. إذن هو يخالف الدستور في هذه النقطة. المستوى الثالث أو النقطة الثالثة التي لا أتفق معه بها، وهي أنه القضية لم يتحدث عن مشاكل موضوعية فعلية مع وجود هذه المشاكل، الإقرار بوجود مشاكل من حيث النازحين، من حيث المدن المهدمة، ولكن هذه يمكن أن يعاد النظر بمطلب التأجيل، لأنه الدولة العراقية الآن أو الحكومة العراقية قد وعدت بإعادة النازحين، ويجب أن لا تكون قسرية هذه العودة، هذه ملاحظة مهمة، وأيضا أن تعيد هؤلاء النازحين لأماكن يمكن أن يعيشوا بعد إعادة الخدمات إلى هذه المدن. النقطة الأخيرة الفرعية أن الموازنة داخل البرلمان، داخل البرلمان وليس من الحكومة، هي المؤجلة. يعني يتحدثون عن تأجيل الانتخابات، ولكن المفوضية تريد، مفوضية الانتخابات تريد 296 مليار دينار عراقي، تريد من أجل إدامة أو السير بالانتخابات، ولكن لحد الآن لم تقر هذه الميزانية في داخل البرلمان. إذن أيضا المشكلة أنها سوف تعرقل عملية الانتخابات في البرلمان وليس في الحكومة وليس بوزارة المالية. إذن البرلمان هو الذي يعيق عمليا التمويل، مفوضية الانتخابات، من أجل يعني تهيئة كل المستلزمات الخاصة بالانتخابات. ولذلك أقول بالنتيجة أن الانتخابات في مسيرتها الديمقراطية، ونعرف أن العمود الفقري للديمقراطية هو الانتخابات، مع كل الإشكالات التي تحصل هنا وهناك، وهي مع الأسف أيضا آذت الجوهر الديمقراطي في المسيرة الديمقراطية بالعراق، ولكن مع ذلك نحن نعتقد أن حق الشعب العراقي أن تجرى الانتخابات في موعدها، لكي لا تكون هنالك إمكانية للاستفادة من التأجيلات أو خرق الدستور فيما بعد. أيضا يؤجلون ويخرقون الدستور كيفما يشاء السياسيون. الدستور هو السكة التي يجب على الحكومة، البرلمان، السلطة القضائية، هي التي تلتزم، كل هؤلاء يجب أن يلتزموا به، لأنه هي السكة والقاطرة التي تسير عليها العملية السياسية الديمقراطية، التي يجب أن تتخلص من بعض إشكالياتها، وهو محاولة السياسيين عرقلة تنفيذ الدستور وعرقلة تنفيذ التحول إلى دولة مستقرة ديمقراطية لصالح الشعب وليس لصالح السياسي. نعم. دكتور عبد الحكيم خسرو، مساء الخير.
دكتور عبد الحكيم؟ ألو؟ يبدو أننا دكتور عبد الحكيم فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد الحكيم. أنتقل إليك اللواء غازي عزيزة، مساء الخير. ألو؟ ألو؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع اللواء أيضا. أعود إليك أستاذ عباس، يعني هل هناك مخرج لهذا القانون الانتخابي؟ يعني سمعت بما تفضل به ضيفي الأستاذ عباس. نعم سيدي الكريم. نعم عفوا، كلام الأستاذ محمد كلام دقيق. لدينا توقيتات دستورية يجب أن نحافظ عليها، هذه التوقيتات هي تحفظ كيان الدولة، والعملية الانتخابية السابقة قد جرت بظروف أصعب من هذه الظروف حقيقة، ولكنها استمرت وأنتجت حكومة، والحكومة أنتجت صراع مع أنتجت الدفاع عن الوطن من خلال الصراع مع عصابات داعش، وانتهت المرحلة لمرحلة أمنية جدا عالية. يعني اليوم نشهد رقي أمني أكثر من 95% من الساحة العراق هي مؤمنة بشكل كامل وتام، ونحن نعلم كثيرا هنالك الكثير من التجارب في دول العالم هنالك مستوى أمني منخفض، وتم إجراء انتخابات وقرت عالميا وقرت أمميا حقيقة. كذلك المشاكل المالية ممكن حلها بشكل بسيط، لكن ما تفضل به ضيفك الكريم وما بدأت به سؤالك جنابك الكريم لضيفك من خلال اعتراض السيد الغريري وغيره من النواب، هذا يأتي بسبب انحسار حقيقة، وهو السبب الحقيقي انحسار حظوظهم الانتخابية في مناطق تواجدهم. تحويل الخطاب إلى خطاب طائفي هذا مرفوض بشكل قاطع. اليوم العراق دائرة واحدة للعمل، وممكن الكثير من زعماء الأحزاب والحركات أن يدعون إلى البعد الوطني. يعني اليوم نحن نقف على جبل من الانتصارات، هذه الانتصارات أنتجها الشعب العراقي بدمائه بتضحياته بآلاف الشهداء، وأنتج حكومة قوية، والحمد لله اليوم نشهد نمو بشكل واسع في الجانب الأمني الذي كنا نفقده على مدى أكثر من 13 عاما. أما هذه الاعتراضات هي اعتراضات مبنية على أبعاد سياسية، فلا يمكن لنا أن نأتي بهذه الأبعاد السياسية. يعني اليوم حينما يكون لدينا في هذه الدورة عدد من النواب الخاسرين، لا يمكن أن نسلم إليهم حقيقة مستقبل العراق ومستقبل شعب العراق كي ينتصر أو كي يفوز فلان أو فلان أو كي تكتسب السلطة الكتلة الفلانية. يعني اليوم حتى الناخبين بشكل كبير لديهم وعي يختلف، لأن هذه التجربة بدأت تتكرر. يعني اليوم الشعب العراقي هذه التجربة اليوم الثالثة والرابعة هي إعادة لتنظيم أموره. هنالك رفض حقيقة للكثير من النواب وممثلي المحافظات، يعني حتى في المناطق التي لم تشهد صراع، باعتبار هنالك ضعف في تقديم الخدمات كان واضحا في عدد كبير من المحافظات، في مطالب تلك المحافظات ونوابهم في البرلمان بمستوى تمثيلهم حقيقة. كذلك لا ننسى أنه هؤلاء النواب الذين وأنا تحديدا الاتحاد القوة ومن يعمل تشاكلته حقيقة انحسارهم في مناطقهم، يعني نشهد الرفض من داخل المناطق التي يؤملون أنفسهم أنهم كانوا نواب لها، وهذا واضح من خلال عدم استقبالهم وعدم إقامة الكرنفالات والاحتفالات ورفض تواجدهم الشعبي رفض قاطع، وحاول البعض منهم الذهاب إلى تلك المناطق ولكن جوبها بالرفض، وعدد كبير جوبها حتى بالضرب بالحجارة وغيره، وهذا واضح وليس بخفي، وكثير من الفيديوهات هذه المواد. نعم ما جديدة من قيادة الصراع مع داعش، واليوم تتحول إلى تأمل أن هنالك مواب على أقل تقدير سنة عمار تلك المناطق وما هدمته العصابات العراقية. أستاذ عباس أتمنى منك بس تقرب الميكروفون شوي لأنه صوتك عم يتقطع حقيقة. سامعني؟ نعم. يا ريت لو تقرب السماعة شوي لأنه صوتك عم يتقطع. نعم. عفوا واضح صوتي. نعم واضح. انا اقول بشكل كبير انه من يبحث عن تاجيل الانتخابات او حقيقه نعم تسمعني نعم اكمل تفضل نعم
نعم انا اقول بشكل كبير انه من يبحث عن تاجيل الانتخابات او يبحث عن تدويل موضوع الانتخابات هو حقيقة خاسر ومتاكد من خسارته في مناطق تواجده وانحساره وانحسار حظوظه، وهذا ما دفع بالكثيرين الى العمل على التاجيل. فضلا انه موضوع التاجيل يا سيدي الكريم يدخلنا في مازق قانوني ودستوري. من ميزه الدستور العراقي انه لم يترك مساحه للتاجيل بل وضع توقيتات. فضلا انه ما التأجيل لا يوجد هنالك سبب حقيقي وواضح لا يتعكزون على النازحين. هناك أكثر من 3 مليون عادوا إلى مناطقهم، صحيح هناك عدد منهم موجود في المخيمات في أربيل وغيرها، لكن هذا لا يمنع أننا نستطيع إجراء الانتخابات في تلك المخيمات. قد هؤلاء الذين في المخيمات لا ينتخبون نفس الشخصيات التي اليوم تطالب بالتأجيل، بل ستنتخب شخصيات قد تساعد في إرجاعها إلى مناطقها، لأنه من الطبيعي أنه لا ينتخب شخص قام كان سبب رئيسي في نزوحه وفي جلب الإرهاب وفي دعم الإرهاب، واليوم هو وتخلى عن حينما واجه الإرهاب وذهب منطلقا إلى دول الجوار وبدأ يصرح من خلال الفنادق. يعني أكيد هذا لن يقبل به. اليوم ما يجري المفوضية هي الجهة التي ستجري انتخابات وهي لم تقدم هذا الاعتراض، بل ذكرت في أكثر من بيان صحفي أنها تستطيع إجراء انتخابات، فضلا أنها ستجري هذه الانتخابات في دول كثيرة من العالم. وهذا لا يعني، وهذا يعني بشكل كبير أنها ما دامت تستطيع أن إجراء الانتخابات في عدد كبير من دول العالم أنها تستطيع التجري في عدد من المخيمات البسيطة، وهو لا يشكل حقيقة نسبة مغلقة. أنا ذكرت الجناب الكريم أنه لدينا مساحة ولدينا قرار. أما حتى المشكلة الاعتراض الأخوان الكرد هو اعتراض من الحزب الديمقراطي، يعني اعتراض من مسعود، اعتراض داخل أربيل فقط، لكن لا يوجد اعتراض من السليمانية ولا يوجد اعتراض من دهوك. وكانت الرسالة الأخيرة التي وصلت للسيد العبادي من خلال زيارة بابال ووفد التغيير ووفد الممثلين عن السليمانية كانت واضحة، وأنها ستتعامل مع الحكومة المركزية بشكل كامل وسلس. إذن هو بدأت لدينا تتضح الصورة، صورة المعترضين، المعترضين أما خاسرين لحظوظهم وذكرت ذلك لجنابه، أما أو لديهم مشاكل. يعني اليوم لدينا زخم من المشاكل بين الحكومة المركزية والحزب الديمقراطي. يعني مسعود برزان ليس بخفي ما بعد أزمة إعلان الاستفتاء، استفتاء الاستقلال والانفصال، أكيد كانت هناك كثير من المشاكل ويترتب عليها الكثير من الإجراءات. هذا لا يعلق قرار وطن كامل ولا يلغي حقيقة خيار أكثر من 16 محافظة على أقل تقدير اليوم هي جاهزة بشكل كامل للانتخابات، يعني نسبة أكثر من 90%، والمفوضية أعلنت ذلك بأكثر من مرة. طيب أستاذ عباس، أنت حضرتك ذكرت الإجراءات وأربيل، دعنا ننتقل إلى ضيفي من أربيل أصبح جاهز دكتور عبد الحكيم خسرو. مساء الخير دكتور عبد الحكيم. دكتور عبد الحكيم يبدو أن فقدنا الاتصال معه مجددا. أعود إليك اللواء غازي، مساء الخير أولا. اللواء غازي يبدو أن هناك مشكلة تقنية، يعني أعود إليك أستاذ محمد. يعني يبدو أن الدستور العراقي لا يسمح بتأجيل إجراء الانتخابات، يعني ماذا إن لم تجرى هذه الانتخابات في موعدها، يعني أو فشلوا بإجرائها، خاصة أن هناك ملفات كثيرة تعيق إجراء هذه الانتخابات. نعم، يعني أنا أعتقد أنه الصراع سياسي، عدم استقرار العراق خلال فترة ما بعد 2005 بالأساس أو 2004 عندما دخلت القاعدة لحد الآن، إحدى الأسباب هو عدم تماسك الجهاز الحكومي أو الإدارة الحكومية مع البرلمان بصراعات ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكذلك أن القوى السياسية التي شكلت الحكومة وأيضا شكلت البرلمان عبر آلية المحاصصة التي جعلت من هؤلاء السياسيين هم الذين يتصرفون كما يشاءون في أموال الدولة، في مقادير
السياسية للدولة، التنمية قد فقدت وغير ذلك. فالصراع أولا هو سياسي وليس على أساس مصلحة المجتمع العراقي واستقرار البلد والوطن. فلذلك أنا أعتقد أنه السؤال الأساسي يجب أن تسأل المفوضية، مفوضية الانتخابات، هل أنها قادرة على ضمن هذا الوضع، ضمن ظروفه، هل قادرة على إجراء الانتخابات بشكل جيد إلى حد لا بأس به، بمعنى ضمن المعايير الدولية في إجراء الانتخابات بلا خلل كبير جدا. هذا واحد. اثنين، أن السلطة التنفيذية، السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد وضحوا هذه القضية بقرارات لحد الآن البرلمان لم يتخذ الموقف الإيجابي منها. كما قلت قبل قليل، موضوع الميزانية هو إحدى المواقف السلبية إذا إجراء الانتخابات. نعم. هذا واحد. اثنين، وهذه قضية مهمة، عندما تؤجل الانتخابات بمعنى أن البرلمان يعني السلطة التشريعية سوف تنتهي في الشهر السابع هذا العام، فكيف يمكن أن تكون السلطة التنفيذية يعني الحكومة كيف تستطيع أن تسير الأمور بلا أن تكون هنالك رقابة عليها؟ يعني السلطة التشريعية غير موجودة في هكذا حالة، إذن سوف يكون تصرف الحكومة بمعنى السلطة التنفيذية تصرف بلا رقابة. فهذه إشكالية كبيرة دستورية، هل أن السياسيين لا ينتبهون لها؟ بالتأكيد منتبهين لها، ولكن لا يعيرون الاهتمام الذي يجعلهم مسؤولين مسؤولية دستورية. كل من يريد أن يؤجل هو سوف يكون تحت المسؤولية الدستورية، لأنه سوف تستمر الحكومة بإدارة الدولة ولكن بلا رقابة من السلطة التشريعية. كيف يمكن ذلك؟ هذا خلل كبير جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن 6 أشهر يقال أو الغالب على فكرة التأجيل إلى أيلول، إلى يعني تقريبا 6 أشهر يمكن أن يؤجلوها، ويقولون أن المبرر للتأجيل هو وجود طيب. النازحين، وأيضا عدم بناء أو إعادة بناء المدن التي تم تدميرها من قبل داعش. هل طيب. يمكن السؤال، هل يمكن خلال هذه 6 أشهر إعادة كل ما يجعلونه مبررا لتأجيل الانتخابات؟ يعني خلال 6 أشهر هل يمكن أن تعاد طيب. البنية طيب أستاذ محمد، حقيقة مشان نطلع بحلقة مثمرة ونستفاد من كل تواجد الضيوف ككل، خلينا نروح لعند لواء غازي عزيزة. مساء الخير، بتمنى أنه المشكلة التقنية انحلت. سوف أسمع الصوت، تفضل. مساء الخير. أهلا بك. يعني سيادة اللواء، يعني الموقف السني لا نشهده، يعني لا نشهد أي تيارات فعلية تمثل الواقع أو الصوت السني، يعني دعنا نقول، وتطلعاتهم بعد داعش، وكأن تم تغييبهم. سيد غازي، صوتك مشوش، أرجو أن تسأل السؤال بهدوء. نعم. لأن ده يجي مشوش. حاضر، تسمعني هلا هيك منيح؟ سامعني منيح؟ نص صوتك، أسمعك أعلى من الاعتيادي ومشوش. طيب. يعني الموقف السني، سألتك عن الموقف السني، يعني لا نشهد أي تيارات تمثل تطلعاتهم يعني بعد انتهاء معركة داعش، وكأنهم مغيبين. مدى أفتهم السؤال زين، بس إذا تسمح لي أتكلم بوضوح عن الانتخابات السابقة واللاحقة إذا تسمح لي. تفضل. أخي العزيز، أنا كنت مدير المركز الوطني للعمليات المشتركة منذ عام 2004 ولغاية 2006، وكنت مسؤول عن حماية مراكز انتخابية وعلاقة قوية مع المفوضية العليا للانتخابات والغير مستقلة. هذه الغير مستقلة يجب أن توضع بين قوسين، من تكون غير مستقلة يعني النتائج غير قانونية.
المهم الكل يعتمد على الدستور. يا اخوان الدستور انا كتبت به مقالة انه مهزلة، وانا حضرت وكنت يعني مدير العمليات اثناء الاستفتاء على الدستور. الدستور العراقي خرج المواطنين استفتوا عليه قبل طباعته، قبل ان يقرؤوه، بمواد 100 مادة خطأ ثبت نتيجة اللجان اللي شكلت بعد تأسيس الحكومة انه الدستور ب100 مادة خطأ، وشكلت عدة لجان خلال 13 سنة الماضية ولم تستطيع هذه اللجان تعديل او حذف اي مادة من المواد اللي كتبت خطأ. فالدستور خطأ، فكيف نعتمد على دستور خطأ وعندما نتكلم قال الدستور وحك الدستور؟ الدستور اصلا خطأ ولم يقرأه اي مواطن، وانما المواطنين خرجوا فقط لغمس اصبعهم بالازرق على اساس انه استفتوا على الدستور بكلمة نعم. الدولة اللي يكون دستورها خطأ كل اعمالها وكل نظامها هو خطأ. واكبر دليل اي مفوضية انتخابات شكلت من 2005 لحد الان هي غير مستقلة، يعني مسيسة، يعني ما تختار الشخص المناسب للمكان المناسب. الوجوه اللي مرشحة بالوقت الحاضر والسياسيين هم نفس الوجوه اللي دمروا البلد خلال 14 سنة الماضية، نفسهم، نفس الأشخاص، سواء تغيرت أسماء بعض أحزابهم، هو نفس السارق، نفس اللص، نفس الخائن للبلد. هذا إذا صار استفتاء أو تأجل ما بأي معنى، لأن الدولة فاشلة. أحد الأخوان افتهمت من تعليقه أنه إذا تأجل 6 أشهر الحكومة خلال 6 أشهر ستكون يعني خالية من الرقابة البرلمانية. ليش هو البرلمان خلال 3 دورات 12 سنة الماضية إيش راقب الحكومة؟ كم وزير سارق أو دعا بالسجن وحكموا عليه؟ أي قضاء عراقي؟ القضاء فاشل، القضاء مسيس. طيب. لا قضاء موجود مسيس. طيب سيد غازي خليني أسمحك عن يعني موقع السنة في المعادلة، أين هم اليوم من كل ما يجري يعني من انتخابات وأمور أخرى؟ يعني يا أخي إحنا كبلد كعراقيين ما يرهم علينا انتخابات، إحنا أغلبيتنا شعب طائفي، شعب يصفق للكل وللقوي، شعب يحب الدكتاتور ويصفق له. إحنا مو مال انتخابات، انتخابات لا غير ممكن أن تطبق على العراقيين، مستحيل مستحيل، يعني الدين يغلب على الديمقراطية، وهذه هاي عبودية. يعني العراقيين أغلبهم يعني عبيد للدين وللطائفة وللدكتاتور. أنا الانتخابات يعني أقيمها فاشلة في العراق، ما ممكن تتحقق، لكون الشعب إلى دور سلبي، والأشخاص نفسهم اللي يحكمون راح يتكررون نفس المجرمين ونفس الطائفيين ونفس الأجندات السابقة. طيب. ما إلى داعي أي انتخابات. طيب وصلت فكرة. ولا. طيب. هاي فكرتي هذا لكون أنا عملت وياهم سنتين. طيب. أكثر طيب سيد غازي وصلت فكرتك، خليني أنا بدوري أنقل الكلام اللي تفضلت فيه لعند الأستاذ عباس، يعني تعقيب منك أستاذ عباس. يعني الكريم أنا ما سمعت بسبب التشويش، لكن سمعت من كلام
ضيفك الكريم يقول ان الدستور فاشل، الشعب العراقي عبيد، هنالك اخطاء في الدستور. انا هذا الكلام جدا مرفوض، الشعب العراقي ليس بطائفي، وهذه لدينا الكثير من الملاحم البطوله المشتركه تلاحم بها الشعب العراقي، ولدينا الشواهد الكثيره. اذا كانت هنالك اخطاء بالدستور هذا لا يعني ان الدستور نموذجي، وانا اقول ان المثاليه في ذلك، هنالك اخطاء في كل اساتير العالم لا تنطبق على كل الشعوب بل على الاغلب، وهذه الديمقراطيه العراقيين بالتصويت عليه. قرئ الدستور العراقي في الصحف وموجود في مطبوعا وموجود مكتوبا، وانت ضيفك يطلع عليه. الشعب العراقي ليس بعبيد، لديهم العقليات ومن المفكرين، وقد كتبوه باراده حره وفرضه حتى على الاراده الامريكيه. احنا ما ارادت ان تمرر الحكومه الانتقاليه، واريد لنا ان نكون كما كانت في افغانستان حينما جاء بحامد كرزاي، ولكن لكن الشعب العراقي خرج في وقتها بمظاهرات وشكل الجمعيه الوطنيه وكتب الدستور بايدي عراقيه. نعم لا يمثل الدستور كل رأي الشعب العراقي، لكنه تقاسم الآراء، وهناك أجري استفتاء واستفتاء أممي ودولي، وكان يسمح لثلاث محافظات أن ترفضه، ولم يرفض الدستور العراقي ومرر هذا الدستور العراقي. ليس من العيب أن تكون هوية الشعب العراقي هوية دينية، نحن نشهد أن هنالك دول كبرى في العالم لها أيديولوجيات مختلفة، وهنالك أحزاب في كل دول العالم لها أيديولوجيات مختلفة، سواء كانت دينية أو أثنية أو غيرها أو مدنية، الكثير من هذه التعابير. هذا ليس بشيء مشين ولا بشيء غريب، كما أن الشعب العراقي يعرف خياراته ويدرك خياراته. أنا ما أعرف ضيفك الكريم يتكلم عن حكومة فاشلة وعن انتخابات فاشلة وعن بلد فاشل، إذن ما نفعل؟ نصنع ما نأتي بالناس بإناس من المريخ؟ هذا هو الشعب العراقي بإمكانياته بطاقاته بوجوده تاريخي بعراقته بعظمته بوجوده في المنطقة. أما الوجوه السياسية التي رغم تحفظاتنا على الكثير منها، لكن هذه العملية السياسية ما تنتجه الذهاب إلى الديمقراطية والذهاب إلى الانتخابات، هو هذا المطلب، أننا نأتي بإناس جديدين بصيغة جديدة، بإناس يشهدهم من ينتخبه بأمانة بالنزاهة، ونجرب ذلك. هذه الانتخابات تجري في كل دول العالم، يعني إذا كانت لدينا هذه كلها شيلة، على الأقل تقدر خير التبديل. حقيقة يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. ما تنسى، وهذا يراد له أن يدخل العراق. أنا ضيفك غير جدا. أستاذ عباس، حقيقة هناك مشكلة تقنية في الصوت من عندك، أتمنى منك أن يعني تلاقي حل مثل ما بيقولوا. خليني أنتقل لعند الدكتور عبد الحكيم خسرو. مساء الخير دكتور عبد الحكيم. مساء النور، أهلا وسهلا. أنتم كيف تقرؤون السيناريو إجراء الانتخابات القادمة في العراق؟ يعني بالتأكيد مسألة الانتخابات في العراق، هناك سجالات الآن حول مسألة التأجيل. هذه السجالات تتمثل بالوضع السني وخاصة عودة النازحين، وكان هناك إعلان من الحكومة الاتحادية اليوم بأن هناك 50% من النازحين قد عادوا إلى مناطقهم، ولكن هذا لا يمثل شيئا حقيقيا باعتبار أنه ما زال الوضع مأساوي في هذه المناطق. النقطة الأخرى تتمثل بمدى استعداد السياسي في المشاركة في الانتخابات العامة في العراق، وخاصة أنه لا نجد هناك أي إرادة حقيقية للدخول في انتخابات باعتبار هناك الحرب على داعش كان أثر بدرجة كبيرة على القوى السياسية، أفرزت بعض النتائج خاصة يتمثل بدور الحشد الشعبي في العملية السياسية، وهل هذا القوى ستترك سلاحها وبالتالي ستشارك عملية سياسية نزيهة دون تدخل حقيقي في ما يتعلق بالعمل على بناء إعادة المؤسسات الاتحادية منظور جديد. أما ما يتعلق بالمسألة الكردية حقيقة، يعني هناك نوع من الانقطاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وخاصة في المشاكل التي حدثت بعد الاستفتاء. لا توجد هناك مفاوضات حقيقية
سطحية ولا توجد هناك أي رؤية حقيقية لحل هذه المشاكل، وخاصة إذا وجدنا بأن السيد حيدر العبادي والأحزاب المشاركة في السلطة في بغداد تحاول استخدام الوضع أو العلاقة مع أقليم كردستان من خلال الحصول على المزيد من الأصوات، وبالتالي كلما زاد الضغط على أقليم كردستان كلما زاد الحصول على الأصوات. ونجد هذا التباري حتى في داخل أروقة البرلمان عندما تكون هناك قرارات عقابية ضد أقليم كردستان. صحيح أنه الرؤية الموجودة داخل أقليم كردستان هو المشاركة في العملية السياسية، لكن إذا استمرت هذه السياسات الموجودة في بغداد ربما سنشهد يعني قبل الانتخابات يعني موقف مغاير، وهو عدم المشاركة أو مقاطعة الانتخابات القادمة. يعني كل هذه الأمور حقيقة هي التي تشكل نوع من ربما الملاحظات على الانتخابات التي من الممكن أن نتوقعها في الشهر الخامس. هل إنه العراقيين الآن مستعدين لإجراء الانتخابات أم إننا بحاجة إلى فترة انتقالية، هذه الفترة تكون مساعدة لإعادة تهيئة الوضع السني بصورة مناسبة، وأيضا حل الإشكاليات مع أقليم كردستان ومشاركة الكل في العملية السياسية العراقية وإعادة بناء الدولة كمنظور جديد ومنظور وطني من الممكن أن نعتمد عليه. حقيقة هذه يعني من الملاحظات الرئيسية التي ممكن نستنتجها. نعم أستاذ محمد، يعني أعود إليك، يعني في ظل الاستقرار النسبي الذي يعيشه العراق اليوم، يعني انفجرت داخله أزمة أخرى سياسية، يعني هذه المرة حول قانون حصر السلاح بيد الدولة يعني وعدم تطبيقه. يعني ما زاد طين بلة هو الاحتيال على الدستور داخل البلد وترشح قادات من الميليشيات المسلحة. نعم، طبعا هذه القضية حقيقة ليست جديدة، وأن السلاح من فترة طويلة يعني منتشر في داخل البيوت، داخل المعامل، في البساتين وحقول إلى آخره. وهذه القضية قديمة جدا، يعني منذ تشكيل الدولة العراقية كان للعشائر الكثير من الأسلحة، وفي بعض الأحيان هذه الأسلحة التي يملكونها تناهض السلطة. يعني سنوات 1930 وما بعد 30 كان لدى العشائر السلاح، وكانوا حتى يقاتلون السلطة، الجيش العراقي. هذه استمرت، وخصوصا بعد 1980 عندما أصبح العراق في حالة حرب استمرت لمدة 8 سنوات في مع جارة إيران. وهذه الأسلحة طبعا بعضها دمر، واستعاد جزءا منها الحكومة، استعاد جزءا منها، ولكن بعد 2003 كان هنالك سرقات للمعسكرات. إذن سلاح الدولة انتشر في الكثير من المناطق السكنية وكذلك المناطق الريفية والبساتين وغير ذلك. الآن عندما حصل دخول القاعدة إلى العراق أيضا كان هنالك السلاح لدى العشائر لمقاتلة القاعدة، وعندما دخل داعش من الموصل ثم استولى على صلاح الدين واستولى على الأنبار وجزء من ديالى وجزء من كركوك إلى آخره، ايضا كان هنالك حمله للدفاع عن السياده العراقيه ضد هذه المجموعات الارهابيه. فالقضيه مركبه، ليست قضيه ميليشيات لديها الان سلاح، ولكن عبر الزمن انتشر هذا السلاح. الان مع الاسف ان حرب ضد داعش قد انتهى، ولكن تحولت كثير من المجاميع العسكرية التي قاتلت داعش أصبحت سياسية، وهنا الإشكالية. يعني الدستور العراقي في المادة 9 من الدستور يمنع أي مجموعة مسلحة خارج
مؤسسات الدولة العراقية العسكرية بمعنى خارج الجيش العراقي. كذلك أن قانون الأحزاب منع أيضا وجود مجموعات مسلحة خارج الدولة ولها صفة سياسية. الآن إذا كنا نسميها الحشد الشعبي أو مجموعات مسلحة قاتلت داعش، بالتأكيد خلال فترة الشهر الماضي أو أكثر من الشهر الماضي بقليل حاولوا أن يفصلوا ما بين المجموعات العسكرية التي قاتلت داعش والسياسيين الذين كانوا يقودون هذه المجموعات، لأن قانون الانتخابات كما قلت ودستور يمنع هذا الترابط، ولذلك أن هذه القضية ما زالت غير محسومة تماما بالمستوى الواقعي. المستوى النظري أن مجموعات الحشد الشعبي مسؤول عنها القائد العام للقوى المسلحة، نعم، وهذا صحيح، وبعضها الكثير فعلا يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولكن ليس المجموع. فلذلك هذه الإشكالية حقيقة متواصلة بحدود مختلفة ما بين فترة ما قبل شهر أكثر الآن أفضل. فيمكن تطبيق الدستور وتطبيق قانون الأحزاب على هذه المجموعات، لأن حمل السلاح خارج الدولة أساء للمجموعات هذه وأيضا أساءت للدولة وأساءت للشعب العراقي، وكان لها الكثير من الخروقات لحقوق الإنسان بالقتل بالتسليب، طبعا بعضها يدعي أنه من الحشد الشعبي. فكذلك أن هنالك ابتزازات وهنالك ضغوط وغير ذلك حدثت بالضد من حقوق الإنسان وبالضد من القوانين العراقية. أنا أعتقد بأنه الآن يسير المجتمع العراقي والدولة العراقية باتجاه حصر السلاح لدى الدولة، أقول باتجاه وليس التطبيق السريع وسليم، لأن المشكلة كبيرة جدا، المشكلة تاريخية أيضا وأيضا اجتماعية، لأنه تعرف بأن العشائر لديها خليني روح لعند السيد غازي. عزيزة معنا السيد غازي، سيد غازي تسمعني؟ ألو. فيبدو أن هناك مشكلة تقنية مع السيد غازي، فصل الخط. طيب سيد عباس، يعني خمس تحديات جدية تواجه سيناريو إجراء الانتخابات في العراق، يعني منها موضوع حمل السلاح، يعني قانون حصر السلاح بيد الدولة، يعني وكيف يمكن لميليشيا خوض الانتخابات؟ بسم الله الرحمن. نعم سيدي الكريم، موضوع حصر السلاح بيد الدولة هذا موضوع معلن عنه، ووضح ضيفك الكريم أنه الشعب العراقي هو شعب مسلح منذ الأزل، حتى النظام السابق ساهم من خلال الفدائيوه، من خلال الجيش الشعبي، من خلال فتح المخازن أيام الاحتلال حينما قدم الاحتلال الأمريكي، وفي أيام الاحتلال الأمريكي، وما زال هذا الموضوع لحد اللحظة فيها الكثير من الجماعات والعشائرية وغيرها لمقاتلة الإرهاب وغيره، السلاح هو منتشر أمر واقع هذا الموضوع. لكن بالقانون العراقي لا يوجد هنالك ما يسمح لا في قانون المفوضية ولا في قانون الأحزاب ما يسمح بوجود هذا السلاح ضمن الآلية الانتخابية الأساسية، وهذا ما شهدناه من خلال ضرب وتسليم السلاح الذي رسمي بفصل كل المسلحين الذين كانوا ينتمون للألوية التي هي ضمن الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو مقر بقانون عراقي ضمن البرلمان العراقي وضمن الأجهزة الأمنية، وقاموا بحل الارتباط معهم وتركوا أمرهم إلى الحشد الشعبي الذي هو مرتبط بالقائد العام، كذلك عصائب أهل الحق، كذلك النجباء، كذلك كتاب الإمام علي، يعني عدد كبير منهم أعلن بشكل رسمي، وهؤلاء هم الذين الآن دخلوا بأحزاب مسجلة رسميا ضمن الضوابط وسلموا سلاحهم إلى الدولة باعتبار أن هذا السلاح هو أصلا كان من الدولة واستخدم في الدفاع أيام
مكافحة عصابات داعش ومطاردة عصابات داعش، واليوم تم إخلاء سبيلهم وفك ارتباطهم بهم. هذا من جانب. جانب آخر، القانون العراقي واضح ويمنع وصول الخلط بين المسلحين وبين السياسيين، حتى الشخصيات الأمنية، حتى الشخصيات القيادات الأمنية يطلب منها حين تطلب للترشح أن تقدم استقالتها. وشهدنا في الانتخابات السابقة عدد كبير من الألوية والرتب العسكرية، سواء كانوا من طيران الجيش أو من قوات الأمن أو من جهاز المخابرات أو حتى من طبعا برتب رفيعة جدا على مستوى أركان وزارة الدفاع، قد ساهموا ودخلوا في الانتخابات، وأثناء دخولهم بالانتخابات أو بتقديم الاستقالة. يعني هذا الإجراء القانوني إذا كان هذا يحفظه القانون وكان هذا ضمن القانون، نعم، لا يمكن يستطيع أن يرفع السلاح ويستمرار عملية سياسية. ألو دكتور عبد الحكيم خسرو. أيوة أنا أسمعك دكتور عبد الحكيم. أنا أسمعك. أيوة نعم. يعني الأحزاب الكردية المعارضة، التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية برئاسة برهم صالح شكلت قائمة منفصلة يعني في المناطق المتنازع عليها، كيف يؤثر ذلك على الثقل الكردي في البرلمان؟ يعني بالتأكيد كان من المفروض أن القوى الكردستانية تشارك معا في قائمة انتخابية واحدة، وخاصة في المناطق المتنازع عليها، وهذه القوى الكردستانية كانت تشارك في الانتخابات السابقة. أما الآن الدخول بقائمة منفصلة سيؤثر بدرجة كبيرة على الأصوات، أصوات الكرد في هذه المناطق والمؤيدين لإقليم كردستان، وسوف يؤثر على التمثيل الكردستاني في البرلمان الاتحادي، باعتبار نعلم جيدا هناك 42 مقعد من المحافظات الثلاثة هي أربيل و دهوك والسليمانية. هذا أمر مفرغ منه، من الممكن أن الأحزاب السياسية تشارك بصورة فردية دون الدخول في ائتلافات. ولكن عبد الحكيم يعني عذرا للمقاطعة، الاتحاد الديمقراطي الكردستاني يعني موقفه غير واضح من المناطق المتنازع عليها، والاتحاد الوطني الديمقراطي أيضا الكردستاني. لا، ما في في اتحاد الوطني الكردستاني وفي الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم، الحزبين كان هناك اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزبين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا هذين الحزبين يحصلان كانوا يعني يحصلان على أغلبية الأصوات، أصوات في المناطق المتنازع عليها في مراحل سابقة، وأتصور أنه نفس النتيجة. لكن دخول هذه الأحزاب بصورة فردية في الانتخابات دون المشاركة مع هذه الأحزاب ربما سوف يؤثر على التمثيل الكردي في البرلمان الاتحادي، وخاصة نعلم بأن يعني تشتت الأصوات بين القوائم الانتخابية، وهذا ما كانت تمنعه يعني الأحزاب السياسية في مراحل سابقة. لكن حدت الخلافات بين الأحزاب السياسية الكردستانية وخاصة بعد أحداث 16 أكتوبر وانسحاب ربما الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، المرحوم جلال الطالباني طبعا، من كركوك وتسليم كركوك إلى السلطة الاتحادية، أثر بدرجة كبيرة على الوضع الكردي في هذه المناطق. ونعلم جيدا بأن هناك أكثر من 150 ألف نازح كردي من طوس خرمات ومن كركوك ومن داقوق ومن هذه المناطق، وهذا سوف يؤثر بدرجة كبيرة على مستوى التمثيل. النقطة الأخرى تمثل بأنه لحد الآن هذه الأحزاب لم تتفق ليس فقط على الانتخابات التي من الممكن أن تجري في بغداد، هناك استحقاق انتخابي في إقليم كردستان، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء سيد نيتشيروان بارزاني طلب من البرلمان، برلمان إقليم كردستان، سن قانون أو إعادة تعديل قانون تمديد البرلمان، برلمان إقليم كردستان لتقريبا 10 أشهر، وهو يعني طلب بإجراء الاستفتاء خلال 3 أشهر. لكن نجد بأنه فقط الحزب الديمقراطي الكردستاني الآن هو مع الانتخابات داخل إقليم كردستان، انتخابات برلمان إقليم كردستان،
ولكن الأحزاب السياسية الأخرى تنصلت من هذه المسألة، وربما فنشهد خلال الأيام القادمة طيب. نوعا ما طيب. وصلت فكرتك. اسمح لي أن أنتقل لعند الأستاذ محمد حسن. يعني أستاذ محمد، الملف الاقتصادي يعني الذي يتفرغ عنه إعادة إعمار المحافظات، يعني يبدو بأنه من النقاط دعنا نقول الواقفة في طريق إجراء انتخابات في هذا البلد. نعم طبعا هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة، ولذلك كان إحدى المبررات الخاصة ببعض الكتل من أجل تأجيل الانتخابات، ولكن أن كما قلت قبل قليل أن الموازنة، قانون الموازنة أيضا هذا لم يتم الانتهاء منه أو إقراره في داخل البرلمان، بمعنى أنه حتى هذا الموضوع يعني إعادة البنى التحتية الخاصة بالمدن وإعادة إعمارها بعدم التصديق على قانون الموازنة أيضا سوف تتأخر عملية إعادة البناء بالسرعة التي يتمناها السياسي وكذلك العراقي من المواطنين النازحين. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الآن في الكويت سوف تكون هنالك مؤتمر لدراسة هذا الموضوع من أجل معرفة إمكانية يعني استقبال المنح وتقديم المنح من أو في المؤتمر من الدول التي سوف تحضر هذا المؤتمر لإعادة إعمار صلاح الدين وكذلك الأنبار وكذلك الموصل وغيرها من المدن التي في كركوك أو في ديالة، بعض المدن في كركوك أو ديالة. أنا أعتقد أنه هذه القضية، يعني القضية الاقتصادية، هي إحدى المشاكل الكبيرة التي كانت من مخلفات داعش أو الحرب على داعش. طبعا لا يمكن أن نقول إلا أن يجب أن تكون الميزانية أو جزء كبير من الميزانية ترصد لإعادة وتأهيل هذه المدن، من حيث ليس فقط في الأبنية وإنما المساكن، المدارس، دور الصحة، يعني المستشفيات، مراكز الإسعاف وأيضا المراكز الحكومية، ولكن الاهتمام بما يحتاجه المواطن من بنى تحتية، كهرباء، ماء وخدمات وغيرها، مجاري وغير ذلك. أنا أعتقد أنه كلما سرعوا في تشريع قانون الموازنة يمكن أن تكون الحكومة قادرة على إعادة البناء والتأهيل لهذه المدن. طيب أستاذ أما محمد، إذا كان هنالك تأخير أستاذ محمد، يعني عذرا منك الحلقة شرفت على انتهاء، يعني اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ عباس. أستاذ عباس، يعني التيار الصدري وإياد علاوي لا أحد يسمع صوتهم، يعني أين هم من هذه المرحلة؟ نعم أستاذ عباس. ألو، يبدو أن فقدنا الاتصال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقتنا، والشكر موصول لضيوف الكرام. كان معي من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ جامعي، ومن بغداد عباس العرداوي محلل سياسي، ومن بغداد محمد حسن السلامي محامي وناشط في حقوق الإنسان، ومن برلين اللواء غازي عزيزة المدير السابق للمركز الوطني للعمليات المشتركة. والشكر موصول لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.